بعد العاصمة البريطانية لندن، حان دور مدينة ميلانو الإيطالية لاحتضان أسبوع الموضة الرجالية الخاص بخريف وشتاء 2015 الذي يتواصل من 17 إلى 20 من الشهر الحالي. مصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي افتتحت الأسبوع بتشكيلة مبتكرة كعادتها. عالمة فيرساتشي الشهيرة اختارت ألواناً دافئة لمجموعتها الجديدة مثل البني والرمادي، كما مزجت فيها بين أقمشة الكشمير الفاخرة والأقمشة القطنية. كما رأينا السراويل الملاصقة للجسم مع أحذية رياضية من الجلد. العلامة الإيطالية المميزة دولشي إن جابانا اختارت لعرضها الجديد فكرة مبتكرة تتمثل في لوحة جميلة لأسرة متعددة الأجيال، تشير من خلالها إلى جمعها بين التصاميم القديمة والحديثة. مصمما العلامة دومينيكو دولشي وستيفانو جابانا قدما تشكيلة أنيقة من الملابس الرجالية برزت فيها البودات الرسمية الجريئة بأقمشتها المطبعة والسترات المخملية. كما رأينا الكنزات المطبعة بصورة الأسرة وأخرى تحمل شعارات داعية للحب. المصممة البريطانية فيفيان ويستود كانت حاضرة في أسبوع الموضة الرجالية بميلانو وأتحفت الحضور بتشكيلة جديدة أرادت من خلالها المزج بين تصاميم رجالية ونسائية لتخلق خطوط موضة صالحة للجنسين. المبدعة فيفيان ويتسود المثيرة للجدل استوحت تشكيلتها الجديدة من الملابس المسرحية، كما لاحظنا حضور صورة الأمير تشارلز على بعض الكنزات.